السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تذكرون من فترة بسيطة سويت مراجعة لسماعات مقلدة لسماعات الأبل إيربود برو من قدم من قبل شركة فوكسكون، وكان سعرها جدا رخيص مقابل سماعات أو سعر سماعات الأبل إيربود برو. وقلت في الفيديو بشكل عام إنه لا حد يأخذ سماعات مقلدة. كثير من الناس ردوا علي قالوا لي إنه المراجعة غير منصفة لأنك اخترت شركة غير معروفة، خذ الجي ووم وسوي لها مراجعة وعطنا رأيك في خانة التعليقات. طيب أحب أبشرك أقول لك لا تأخذها، السماعات المقلدة بشكل عام لا تأخذها. والمضحك بالموضوع أنه يعني في كثير من الشركات الصينية تواصلوا معي عشان أسوي مراجعات لسماعات مقلدة بما فيها الباور بيتس برو اللي بالفعل نسخة طبق الأصل. فهذه جي روم الأبل جي روم تي زيرو تي آر زيرو ثري برو اللي هي يعني زي ما ذكرنا انه بنفس مفهوم التصميم، بنفس مفهوم جودة التصنيع، بنفس يعني النسخ احترافي 10/10، منفذ اللايتنينج موجود والصندوق مختلف يعني، لكن بنفس المحتويات الموجودة في سماعات الابل ايربود برو، يعني نفس حتى وسائل الاذن، نفس السلك، نفس كل شيء. فاذا انت تبغاه كتصميم كجودة تصنيع ما ادري ليش تبغى تسوي هذا الشيء، ما انصح انك تاخذ هذا الشيء، ما انصح انك تبحث فقط عن تصميم جودة تصنيع. الفكرة من شراء السماعات علشان ايش؟ عشان سماعة، عشان صوت، عشان ايش؟ عشان انا استمتع بتفاصيل خاصة بالصوت، عشان ما يكون عندي مشاكل في مسألة جودة وثبات الاتصال لما اشوف فيديو ما يكون فيه تأخير. فهذه تقدم لك تقريبا بلوتوث 5.0، ما تقدر من الاقتران باكثر من جهاز. فالمسألة ما فيها نعم تقريبا بلوتوث 5.0 كويس، لكن مشكلتين. واحد، عدم ثبات في الاتصال، المسافة 10 أمتار، إذا بعدت فراح يتقطع، بعض الحين يفصل كذا بدون ما لاحم ولا دستور، كذا يفصل بدون أي تفسير، ما يفصل يعني. حتى لما تشوف فيديو في تأخير بسيط، ما هو مزعج لكن في تأخير بسيط. في نتفليكس انسى انسى هذا الشيء، وهذا نفس المشاكل اللي شفتها مع ريكسكون. أرجع أقول أنه في مسألة النافذة اللي تظهر لك أنه نفس حركات الأبل إيربود برو، فنعم موجودة هذه الخاصية وتظهر لك في جهازك الآيفون، لكن تأكد أنك مقترن بالبلوتوث، يعني لازم تأكد أنه جهازك خلاص أوريدي متصل بجوالك مسبقا علشان تظهر لك هذه النافذة وتستمتع فيها. بطارية هذه تعطيك يعني شحنتها هي 3 شحنات، والسماعات نفسها تعطيك ما بين 3 ساعات إلى 4 ساعات. هل هذا أمر كافي؟ لا. في سماعات أفضل؟ 100%، نعم مليار، مو 100% ولا 100%، قاعد أقول لك 100%. طيب في خاصية الإيقاف التلقائي والتشغيل التلقائي، نعم تقنية اللمس موجودة. ما العلم لو دخلت على جهازك الآيفون راح تلقى أنه حاطي لك خاصية أو نافذة أنه تتحكم بتقنية العزل الضجيج، ما فيها تقنية العزل الضجيج، لا ما فيها ما فيها ما فيها، مجرد بس الشكل عشان بس أنه يهمك. لكن لما تروح للإعدادات تبغى تتحكم بتقنية اللمس تلقى بس خيارين، نفس الخيارات المحدودة، لكن بالفعل لما تدخل على الموقع حقهم تلقى أنهم موفرين خيارات كثيرة لتقنية اللمس. تقدر تبرمجها؟ لا. طيب إحقاق للحق وأكون معك صادق، نعم تقنية اللمس تعمل بالشكل المطلوب، ما وجدت فيها أي مشاكل. خاصية التشغيل وإيقاف التلقائي تعمل بالشكل المطلوب، لكن لما تبغى توصل لجودة الصوتيات كيف كانت؟ جودة الصوتيات صوت عالي، أوكي صوت عالي، تفاصيل في الصوت لا جيدة، مش الأفضل بكل تأكيد. البيس فيها حاضر، لكن تفاصيل للصوت وخاصة في الميد مثلا الأصوات البشرية على سبيل المثال ما هي موجودة. الهاي جيد جدا، فليش تبغى تأخذ سماعة مقلدة؟ ما تعرف ضمانها، ما تعرف متى أي وقت. ريكسكون اللي سويت لها مراجعة بعد أسبوع من تاريخ نشر هذا المراجعة لريكسكون، واحدة منهم خربت. السماعة اللي صار ما صار فيها، حاولت اشحنها اكثر من مره، نفس الشيء نفس النتيجه. طبعا هذا بعد تجربه اسبوعين. فيا طويل العمر عندك الجالكسي بادز بلس، عندك سنهايزر مومنتوم، عندك الار اتش اي، عندك الساوند كور وعائلتها الاير 2 وال 2 برو، عندك الجالكسي بادز بلس زي ما ذكرت والدبليو اف 1000 اكس مارك 3، فعندك خيارات كثيره يعني على الاقل شركات معروفه، شركات تعطيك ضمان في مسألة كثير من النقاط وخدمات ما بالبيع. فأنت تبغى سماعات مقلدة عشان بس الشكل، عشان بس إذا واحد شافك تروح تقرب إذنك له؟ لا تعرف لا ضمان، لا تعرف لها بطارية،
وعدم ثبات في الاتصال هذا أكبر عيب راح يخليك تكره هذه السماعات المقلدة. لذلك ابن الحلال اسمعني دائما، لا تأخذ سماعات مقلدة، لا تفكر فيها نهائيا ولا بيك تأخذها، ما هي مصلحتي. الشركات تواصل معي عشان نسوي لها مراجعة ورفضت هذا الشيء. ليش؟ لأنه ظلم أسوي أو أسوي فيديو عن منتج مقلد، وفي النهاية الأداء والجودة من ناحية الصوتيات، من ناحية الثبات، من ناحية بشكل عام ما تستاهل ولو حتى كانت ب10 دولار، لا تأخذها. أوكي، نصيحة لك. عموما أعطونا رأيكم في خانة التعليقات، إذا عجبك الفيديو اضغط على زر لايك، إذا ما عجبك اضغط على زر ديسلايك. أشوفكم خير إن شاء الله، ألف سلامة. مش غريبين الناس يا أخي.